الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. دي تراجعات لبعض الأشياء فاتت علينا وأخطأنا فيها من غير قصد، والرجوع للحق فضيلة وهو خير من التمادي في الباطل. وفي كثير من الناس أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الدين يفرحوا يعني يسخروا، مش يفرح، يسخروا بالرجوع من الخطأ. وده الناس مجرمين ما أرادوا وجه الله ولا أرادوا الدار الآخرة، لكن نحن والله نعتز ونفخر بالتراجع. والعلماء ألفوا، الشيخ الألباني عنده تراجعات في كتاب كامل أو مصنف كامل، فقالوا نحن ما مثله ولا نساوي شيء أمام هؤلاء العلماء والأئمة. أولا كان في رد على واحد صوفي في منطقة الشبارقة، فأنا ذكرت أنه الحديث إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض انفلات فليقل يا عباد الله احبسوا علي، يا عباد الله احبسوا علي، وذكر الحديث أن يجوز به دعاء غير الله. دعاء غير الله شرك، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وغير من الأدلة. فأنا وريت أن الحديث ضعيف لأنه فيه معروف ابن حسان السمرقندي، وبينت أنه بعض أهل الحديث قالوا هو مجهول، وأخطأت في اسم العالم بتاع الحديث. والصحيح أنه هو عن ابن أبي حاتم عن أبيه قال إن معروف ابن حسان السمرقندي مجهول. وقال ابن عدي صاحب الكامل إنه منكر الحديث، الحديث هو غير صحيح لهذه العلل، والله تعالى أعلم. الثانية كان في الرد برضو على أحد المبتدعة، ذكرت آية قلت لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا، والصحيح طبعا آية معلومة، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا وليس لا يسمعون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أنا كان قريتها خطأ، الصواب إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الله تعالى أعلم وأحكم. وكل ما نلقى إن شاء الله من خطأ هنصوبه ونرجع عنه ونبينه للناس. وأيضا كان ذكرنا تخريج حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، كان ذكرنا أنه في البخاري، أخطأنا في التخريج، هو عند أبي داود وغيره، والله تعالى أعلم وأحكم. الحديث صحيح معروف، الله تعالى أعلم وأحكم.